السلام عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح شابتر 4. ان شاء الله شابتر 4 راح يكون اخر فيديو في ماده المد. راح يكون هذا الشابتر شوي مختلف عن الشابتر السابقه، ولكن الشابتر اللي جايه هي اسهل بكثير منه. يعني هذا الشابتر هو عقده الماده نوعا ما. ان شاء الله بس نخلص هذا الشابتر راح يكون عندنا فيديو حل اسئله لاول 4 شباتر، ونكون هيك نكون شاملين ان شاء الله ماده المد واغلب الافكار اللي بتيجي واللي بتتكرر. هسا بدنا نحكي بهذا الشابتر عن النومينال اند افكتيف انترست ريت. هسا كلمة نومينال يعني فائدة اسمية، يعني بس بالاسم والله عندي فائدة بدفعها كل كذا. اما الافكتيف اللي هي الفعالة، يعني هي اصلا كل كم بتتضاعف، كل كم بزيد الربا نسبتها، وكم وكم وكم. هسا احنا لما نيجي نقرأ الاسئلة بالامتحان طبعا راح يبين معنا انه هذا السؤال على شابتر 4 او لا. ليش؟ بكون مبين من الانترست ريت، بكون كاتب لك كومباوندد مانثلي او بدك تدفعها سنوي او 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 او. هسه نركز على الشغلات الاساسيه، نركز على الشغلات الاساسيه واللي هي المصطلحات. اول شيء في عندك الانترست بيريود، يعني مثلا انا كل كم بدفع الفائده. يعني مثلا انا لما احكي 1% بير مانث، يعني انا كل شهر بدفع الفائده، تمام؟ فهي هي الانترست بيريود. في عندنا الكومباوندنج بيريود، يعني انا مثلا انا كل كم بصير في زياده او تضاعف على الفائدة. يعني لما أقول أنا عندي مثلا 10% بير يير كومباوندد مانثلي، يعني أنا بدفع كل سنة 10%، أوكي، بس أنا كل شهر بتزيد. يعني أنا يعني بالشهر الأول بتكون 10%، بالشهر الثاني مثلا 10.5%، بالشهر الثالث مثلا 11.2%، وهكذا. تلاقي أنا آخر السنة بتلاقيها تضاعفت ل 20% مثلا الفائدة. آخر مصطلح هو الكومباوندنج فريكونسي، اللي هو أم، اللي هو فعليا كل كم بتكرر عندي. يعني انا لما يتراكم، يعني انا مثلا 10% بارير كومباوندد ماثلي، يعني انا كل كم مره بتضاعف. كل طب بتضاعف وين؟ بالسنه طبعا، لانه هو انا بدفع كل سنه. طيب بالسنه كم مره بتضاعف؟ بسال حالي الشهر كم سنه؟ لا السنه كم شهر فيها؟ يعني انا كم، انا قلت لك بالشهر الاول بتصير 10.5، بالشهر الثاني 11.2، يعني انا راح تتضاعف 12 مره اللي هي مده سنه، فبالتالي الان بتكون 12. طيب هسا عشان نفهم بدنا نفهم النومينال انترست ريت. النومينال انترست ريت يعني انا الفائده الاسميه، يعني زي اللي بقول لك انا انسان بدفع 1% كل شهر. طيب مش هي نفسها بتكون اني بدفع 12% بالسنه؟ يعني نفس الاشي كل شهر بدفع 1%، فبالتالي ال R دائما قانونها هي ال interest rate per period على ال number of compounding period. بس يعني هاي بكل بساطة انا باجي بقول لك اوكي انا الفائدة تبعتي كل شهر، طب كل كم ادفعها؟ لو انا يعني ممكن ال 1%، يعني ممكن 1% per month، per month هي نفسها مثلا 12% per year، نفس الاشي هاي الفائدة الاسمية. هي نفسها مثلا 6% بير سيمي انيوال، يعني بير 6 اشهر، بير سيمي انيوال او 6 مانث، وهكذا. هاي الفائدة الاسمية. بس نيجي نحكي عن الافكتيف انترست ريت. الافكتيف انترست ريت انا راح اخذ بعين الاعتبار التضاعف. يعني هون انا ما كان بهمني مثلا والله 1% بير يير كومباوندد مانثلي، ما بهمنيش. انا بهمني كلمة بير مانث، بير يير، بير بير بير، هاي ايش؟ هي النومينال انترست ريت. هسا نيجي نحكي هون عن المصطلحات. يعني لما انا اجي اقرا المسألة كيف اعرف اذا انها افكتيف او نومينال؟ طبعا مع الاخذ في عين الاعتبار كل الاسئلة اللي كنا معها بالمادة هي افكتيف، واحنا كل شغلنا على الافكتيف. يعني انا لو كانت عندي نومينال لازم احولها لافكتيف بالقوانين اللي بدنا ناخذها. فبالتالي عشان هيك لازم نعرف لما يجينا السؤال نعرف هل هي افكتيف او نومينال. طب بتقول لي كيف؟ بقول لك بكل بساطه، شفت عندك كلمه 1% بير مانث، ولا 12% بير يير، ولا 6% بير 6 اشهر، او بير 3 اشهر، او او يعني بس قال لك فائده ورقم واسم زي هيك، بتكون هي افكتيف. زي الاسئله اللي كانت قبل، يقول لي كومباوندنج بير، لا مثلا يقول لي زي شابتر 1، نرجع لشابتر 1 مثلا وشابتر 3، زي هي المساله مثلا 10% بير يير وسكت، فهي افكتيف خلص. كنت انا استعملها بالحل، انا كنت استعملها بالحل، ما كنت اجيب سيره شابتر 4. ليش؟ يعني هي كانت دائما تجينا فائده فعليه افكتيف. اما نيجي لهون قل لي 10% بير يير كومباوندنج سيمي انيوالي. هسه دائما نعرف شغله، اذا كانت عندي
بدفع مثلا كل سنة، ولكن التضاعف كل 6 أشهر، أو بما معناه إنه بتدفع فترة ولكن التضاعف فترة مختلفة، فهذا ما بيكون effective، بيكون nominal. يعني لازم أجري قوانين عشان أخليها effective. يعني أنا إذا كانت عندي هاي بير يير وهاي كومباوندد ييرلي، فأنا ما في داعي إنه أحول، خلص هي بتكون محولة جاهزة، يعني بتكون effective، لازم يكونوا بنفس الفترة. طيب لو نيجي لهون، قال لي effective 9.4 بريال كومباوند 8 بريال، كونه ذكر لي بشكل صريح انها effective، بشتغل وكانها effective. بس هي ما بتكون بالعاده صراحه بالاسئله، بتكون بالاسئله اما بالشكل هذا او بالشكل هذا. طيب هسه بدنا نحكي عن الافكتيف انترست ريت. هسه في عندي ممكن اعمل effective annual interest rate، يعني انه انا بدي ادفع كل سنه، يعني الناتج عندي بارير. والقانون الثاني اذا بدي على اي زمن معين، يعني انا بقدر هذا الدرس ما ادرسه واحل على ايش؟ على الدرس الثاني مباشره، ليش؟ لانه هذا شيء من الاول، ولكن احنا خلينا نمشي بالترتيب زي الكتاب. قال لي effective annual interest rate، قال لي قانونها الاي اي اي، يعني effective annual، قال لي 1 زائد اي قوه ام ناقص 1. هسه دائما بدك تعرف انه الاي اي هاي بارير، هسه الام عدد التضاعف بالسنه، دائما بالسنه، الام دائما التضاعف بالسنه، والاي بدها تكون وحدتها حسب الكومباوندنج بيريود. كيف يعني؟ نيجي نقول هون، قال لي فور انومينال انترست ريت 12% بارير، بقول لي اوجد النومينال والافكتيف ريت بير كوارتر وبير مانثلي كومباوندنج. يعني هاي يعني فعليا بالفرع الاول 12% بارير كومباوندنج كوارترلي، والفرع الثاني 12% بارير كومباوندنج مانثلي، هيك معناها زي هاي، يعني زي هذول، زي هاي الفكره. طيب نيجي لهون، اول اشي بعمله دائما لازم احول للوحده الكومباوند بيريود اللي بدي اياها. هيو الاي اللي بدي اعوضها بالقانون، الاي اللي بدي اعوضها بالقانون هي عباره عن الافكتيف على الكومباوندنج بيريود. فبالتالي انا بحكي عندي 12% بارير، ولكن هي كومباوندنج كوارترلي. بسال حالي انا عندي 12% بالسنه، طب لو بدي ادفع كل 3 اشهر كم بدفع؟ بقسم على كم ربع الكوارترلي، يعني ربع كم ربع بالسنه؟ 4 ارباع طبعا. فبالتالي بتكون عندي الاي هاي اللي جوا هي 12 على 4، 12 على 4. طيب فبالتالي هاي مين؟ هاي هي الاي اللي هون، لانه انا بشتغل على سنه كومباوند، لانه بنشتغل احنا على اي ايش؟ اي السنويه. طيب هسه بنيجي للام، الام بنسال حالنا احنا كم بالسنه، كم بتضاعف، كم بتراكم الاربع اشهر؟ 4 مرات حكينا. فبالتالي هاي كم؟ 4. طيب نيجي للفرع الثاني، قال لي كومباوندنج مانثلي، بسأل حالي الشهر كم مرة بالسنة؟ 12. فبالتالي بتكون الفائدة 12 على 12 اللي هي 1 بير مانث، هاي مالها نومينال. طب كيف بدي احول الافكتيف انوال، يعني اني ادفع كل سنة، بسأل حالي الشهر كم بالسنة؟ 12. فبالتالي كم طلعت هاي؟ 12. يعني القانون هون عوضت ايش؟ 12. انه كم مرة بتتضاعف بالسنة؟ الشهر 12 شهر بالسنة بس. فبالتالي بستنتج انه قيمة الاي هاي فعليا، قيمة الاي هي الار على الام، الار على الام اللي هي الار مين؟ 12% بارير. طيب شو الام؟ اللي هي مدة التضاعف، اللي هي فعليا اللي راح ناخذها بالقانون الثاني، هيها ار على ام، ما فرق، نفس القانون، بس هاي كانت دائما على انها سنة سنة سنة، يعني ان الاي هاي ناتجها دائما بارير، ناتجها دائما بارير. طيب الآن خلينا نشوف الـ effective interest rate. هسا نيجي لهذا السؤال، بيقول لي for an interest rate 1% per month determine the nominal and effective interest rate per quarter و per year. هذا السؤال يعني نفس الفرع الثاني منه، نفس الصارخ per year، هيو per year، بس احنا بدنا نجي للفرع الأول. شو الفرع الأول؟ قال لي كل per month، أول شغلة لما أجي أحل لازم تكون الوحدة اللي بدي إياها، يعني وحدة الـ R هاي بأي وحدة مثل الفترة اللي بده إياها. هو بده إيش في الفرع الأول؟ بير كوارتر، فلازم الـ R تبعتي تكون بير كوارتر، أنا إيش عندي إياها؟ بير مانث. بالتالي أنا بدي أحول هاي لبير كوارتر، فشو بعمل لي كوارتر؟ يعني ربع. طيب الشهر الربع كم شهر فيه؟ فيه 3 أشهر، معناته أنا البير مانث بدي أضرب بـ3، معناته أنا عندي الـ R 3 × 1.2 بتصير 3.6%، هاي مين؟ الار. طب هسا الام، الام شو بدها تكون؟
بسأل حالي الأم أنا عندي شهر، هاي بالأصل شو كانت شهر؟ الشهر كل كم بتضاعف بال3 أشهر، 3 مرات، فبالتالي صفت هاي إيش؟ ضربت بثلاث وزي كأني قسمت على 3، نفس الإشي قوة 3 ناقص 1، هي طلعت هالقد. لاحظنا الآر على أم رجعت زي ما هي، فالآي ليش؟ أنه بير مانث يعني، ورجعت خليته كل مانث. هو ما قال لي يعني، ما قال لي كومباوندينج بيريود هون، هون قال لي بس انه كل كم بدي ادفع مثلا. الفرع الثاني نفس السلافه، ضربت ب 12 لانه بيريود، ضربت ب 12 ورجعت قسمت على 12 قصة 12 نفس الشيء. طيب هسا بدنا نحكي، يعني احنا حكينا اوكي عن الافكتيف انترست ريت، هسا عشان تتمكن من الموضوع هذا الاكزامبل من الكتاب صراحه جدا 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 يعني مفيد وبفهمك الموضوع. بغض النظر عن الحكي اللي فوق، بنشوف احنا هون عندنا 3 فوائد. عندنا بيحكي لي اوجد الافكتيف ريت على فرض انه الدفعات بدي ادفعها كل نصف سنه سيمي انيوال، والفرع الثاني بده اذا بدفع كل سنه انيوال ريت. خلينا هسه بالفرع الاول. بالفرع الاول شو قال لي؟ قال لي بده بير سيمي انيوال، بس طلع على الهاي، هاي بتطلع عليها اول شغله، بتطلع على البيمنت بيريود. انا بدفع بالاصل كل كم؟ كل سنه. انا بدي اياها بير ايش؟ بديها ايش؟ كل 6 اشهر. السنة كم 6 اشهر فيها؟ 2، فبالتالي ال R بتصير 9 على 2 واللي هي 4.5%. 4.5%. هسا بنيجي لمين؟ هاي ال R. هسا بنحكي للأم، تسأل حالك الكوارتر كل كم بال6 اشهر؟ تحكي لي 2، يعني انا عندي عندي الكوارتر 3 اشهر وال6 اشهر هم 6 اشهر، معناته عندي 3 اشهر مرتين، فبالتالي الام بتساوي 2. فبالتالي بكل بساطة صفت الار عندي هون بالفرع الاول 4.5 والام 2، طبقها على القانون بتطلع الاي افكتيف. الثانية 3% بير كوارتر، بنفس الطريقة الار عندي بير كوارتر بدي احولها ل6 اشهر بضرب ب2، فالار 6. الام قال لي ايش؟ كومباوندد كوارترلي، كومباوندد كوارترلي. اصلا هاي هي افكتيف انترست ريت، هاي افكتيف انترست ريت. الام برضه 2، الام برضه 2. الثالثة 8.8 بارير، فبالتالي بدي اياها كل 6 اشهر بقسم على 2، فبتكون الار 4.4 والام كومباوندد مانثلي كم شهر بال6 اشهر؟ 6. بس هيك انا قدرت احصل مين؟ الار والهاي على فرض ان الدفعات عندي كل 6 اشهر. هيا بنروح هون على مليا مو على شكل جدول، 4.5 6 4.4 ام 2 2 6، فطلعت معي ايش؟ الافكتيف ريت اللي بدي اياها. طيب الفرق الثاني بده الانيوال، الانيوال افكتيف ريت. الانيوال افكتيف ريت اني انا بدي احول وكانه كل سنه، يعني هاي بارير صح؟ بتضل زي ما هي، يعني الار اصلا اه يعني القانون خلص هي بارير صح؟ فالار 9 بس الام هاي كوارترلي، احنا كم كوارتر بالسنه؟ 4. الثانيه بير كوارتر، فبتكون الار بضرب ب4 والام 4. الثالثه بارير، فالار بتضل زي ما هي والام شهر كل كم؟ 12 مرة. بس هي كل الفكرة. أيوة 4 4 12 9 12 8.8. بس إذا أنت عرفت كيف تحدد الأم كيف تحدد الآر، أنت خلصت من الفكرة. فهون أنا أعطيتك أكثر من إكزامبل. أول إكزامبل بشوف أنا كل كم بدي أدفع، يعني أنا بدي الناتج يكون بير 6 مانث، وهي بدي إياها يكون بيرير. فلما كان بدي إياها بير 6 مانث، فأنا حولت البيرير هاي لبير 6 مانث، حولت الكوارتر او كم الكوارتر عندي كل كم بتضاعف. الاكزامبل اللي بده سي هون ما قال لي كل كم بتضاعف، وبده الدفع كان كل كم شهر. فكانت الفترة الام هي نفسها، هي نفسها اللي بضربها او بقسمها، يعني هي نفسها زي سلافة الانوال ريت هون، نفس الفكرة تقريبا. وفوق كان انا وريت حكينا على الكومباوندينج، حولنا بنفس الطريقة، هي بارير بدي اياها ييرلي، ما حولت 12%، ولكن او حولتها ايش قلت؟ قلت الام او قلت الار كونها بارير بتظل 12، ولكن الام شو بعتبرها؟
الآن بعتبرها كوارترلي يعني أربعة. فأنت لو بتطبق بالقانون اي اي بعوضش اي على القانون الأصلي، واحد زائد اي، الاي قلنا ار على ام، 12 على أربعة هو أربعة ناقص واحد، 12 على أربعة شو هي؟ ثلاث. فنفس الفكرة يعني، هذا القانون أنا بالنسبة لي صراحة ما بستعمله، ما بيهمنيش، كونك أنت بتعرف كيف تضاعف وكذا أمورك تمام. طيب بس نيجي للموضوع الثاني في التشابتر، واللي هو الموضوع الثاني في التشابتر اللي هو هسه احنا بدنا ندمج بين تشابتر 1 و 2 و 3 وتشابتر 4. كيف يعني؟ يعني بدي اشوف انا عندي كم الدفعات وكم الفائدة. فبنيجي نعرف فعلا مصطلحين نركز عليهم اللي هم البي بي والسي بي. هسه كلمة بي بي يعني بيمنت بيريود، يعني انا كل كم بدفع؟ يعني انا بطلع الكاش فلو دايجرام، عندي هون سهم 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 سهم، وهذا السهم مكتوب مانث، ما بالتالي البيمنت بيريود هي واحد مانث. طيب نطلع هسه الكومباوند بيريود، يعني انا بدي اشوف الفائده. شو قال لي؟ قال لي ار 8% بير يير كومباوندد سيمي انيولي، يعني انا كل 6 اشهر بتضاعف مره، معناته السي بي هي 6 اشهر. بنعرف انه احنا بندفع كل كم؟ كل شهر، ولكن كم التضاعف؟ كل 6 اشهر. فبالتالي بدفع 6 مرات او بدفع 6 اشهر عشان يصير عندي تضاعف، عشان يصير عندي تضاعف، فبالتالي السي بي هي 6. طيب إيه، فلو جينا لهون شو قال لي مثلا؟ هذا المنحنى هو باليرز، يعني 0 1 2 3 4 5. قال لي 10% بيرير كومباوندد كوارترلي، هاي مالها؟ كومباوندد كوارترلي. بتطلع على الدفعات، الاي 8 الدفعات كل 6 اشهر سيمي انيوال. فكيف انا بدي احل؟ كيف انا بدي احل؟ بقسم الكاش فلو دايجرام السنوات كمان لانصاف سنوات، يعني هاي سنه، هاي نص سنه، هاي واحد. او هو بلش من وين؟ من اللي انا وريت، هاي نص سنه، هاي السنه الاولى مثلا، هيو هاي مالها؟ من 0 لـ1 هاي نص سنه، هذا النص سنة الثاني يعني سنة. أيوة فعلا أنا مسافر معها سنة، انسى. طيب هسا بدنا نيجي نحكي عن السنجل. لو هسا كيف الحل؟ الحل لو فرضا عندي المسألة كانت بس سنجل أماونت بي بي، هسا سنجل أماونت يعني الدفع أكبر من الكومباوند بيريود. دائما دائما قاعدة عامة إنه السنجل أماونت، يعني إذا كان عندي فيوتشر أو بريزنت فقط، ما عندي أنا وريت، الفيوتشر او بريزنت فقط، بتكون البيمنت بيريود اكبر من الكومباوندنج بيريود. هون عشان احل انا عندي طريقتين، الطريق او لازم يكون عندي شرطين. يعني الشرط الاول انه الفائده افكتيف، يعني اذا كانت نومينال كومباوندنج مع كومباوندنج بدي احولها لافكتيف. والشرط الثاني وحده اي نفس وحده ان، يعني انا مش منطق لما اجي اطبق بالقانون مثلا 1 زائد اي قوه ان تكون هاي بير كوارتر وهاي بير يير، يعني ما بينفع، لازم يا هاي بير يير وهاي بير يير، والاي تكون افكتيف ريت بارير برضه اذا كانت الان بدي اياها بارير. هسه عشان احل ممكن اجد الافكتيف على الكومباوندنج بيريود تبعي، بس انه مثلا تكون 10% بارير كومباوندنج مانثلي، خلص اخلي الافكتيف بير مانث واشوف قديش عدد السنوات او قديش عدد الاشهر لكونها بير مانث. الطريقه الثانيه بوجد الافكتيف على اي فتره بدي اياها، والان هي يعني هاي نفسها بس بكل بساطه. بس هاي اذا مشان اسهل حالي، يعني ما يكونش عندي سبب منطقي ليش انا اخذت عن كوبراد بيريود، والثانيه على اي فتره بدي اياها بالحياه. طيب نيجي نشوف هاي المساله، نشوف هاي المساله كل حلها بثلاث طرق. اني مره اعمل تضاعف كل شهر، او هي اصلا بير مانث، بيقول لي حل انا انها كل شهر يعني بشكل طبيعي، والثاني كوارترلي، والثالث ييرلي. نشوف كيف بدنا نحلها ويطلع لنا نفس الجواب. بيقول لي how much money will be in account in 5 years، يعني بده ايش؟ بده الفيوتشر. إذا عندي 10,000 أودعتهم الآن، فبالتالي البريزنت 10,000، والآن هسه الآن 5 سنوات، بس ممكن يصير لها تعديل. ليش؟ هسه بدنا نشوف الفوائد. قديش قال لي؟ قال لي 1% بير مانث. الآي عندي 1% بير مانث، يعني أنا بدفع كل شهر، يعني البيمنت بيريود، بيرمنت بيريود شهر. طيب قال لي استعمل الانترست ريت تكون ايش؟
مانثلي شهرية. طيب شو بسوي هسه؟ كل بساطة كل بساطة، كونها بير مانث، كونها بير مانث، وأنا بدي إياها كل شهر، فبالتالي الآي جاهزة 1%. ولكن اللي بيفرق معي الآن، أنا هاي 1% بير مانث، أنا عندي بدي أرجع المبلغ، أو إني المبلغ بدي إياه يكون بعد 5 سنين، فبالتالي الآن 5 سنين، ولكن قديش الفائدة عندي بير مانث؟ لازم الثنتين نفس الوحدة، يعني يا بحول الآي، يا بحول الآي تبعتي لبير يير، يعني أحولها لإفكتيف بير يير، أو بحول الآن هاي لإيش؟ أشهر. أنا بشايف الأسئلة اللي أحول لأشهر، الشهر فيه السنة فيها 12 شهر، 5 سنين فيها 60 شهر، 5 ضرب 12. فبالتالي بصير عندي الفاكتور، عندي الاف شو بتساوي؟ بي في ايش؟ في اف جيفن بي و اي و ان، حيث الاي هي 1 بير مانث والان هي 60 شهر. او ممكن احل على فرض تكون هاي 12 بير يير وهاي 5، اثنين بيطلعوا نفس الجواب، وهيني بدي اثبتها. 10,000 مضروب هسه اف جيفن بي اللي هي 1 زائد اي قوة ام، إيه لا دقيقة هسه انا إيه، لا هي ما راح تطلع نفسها اذا عملت 12 و5، لانه انا حولت 12% نومينال، هاي ال 12 لو خليتها 12 تكون نومينال، انا لازم احولها لافكتيف، انا بدي اعمل 1 زائد اي قوة ان. دقيقة، في حاسس فيني ايرور بصراحة، 12 على 12 قوة 12 ناقص 1 15%، لا هذا الرقم، بالتالي 10,000 مضروب في 1 زائد انسر، ايوه هسه هاي 12 بير يير، ولكن مش افكتيف، هي نومينال. هسه اذا بدي احولها لافكتيف ريت، قلنا 1 زائد اي اللي هي ار على ام اللي هي 12 الشهر 12 مره قوه 12 ناقص 1، بتطلع معي 12.6%. فبالتالي هاي الاي اذا خليتها 12.6% بقدر اخلي الان 5 سنوات، بقدر اخلي الان 5 سنوات. ولكن اذا بدي مين اسهل لي، اعمل كل هالعجقه ولا اخلي الاي ثابته والان اللي اغيرها؟ لا الان اسهل لي، بس هي كل الفكره، هي بطلع معي هذا الرقم. خلينا نشوف الطريقه الثانيه، قال لي بير كوارترلي، اها بدي الدفع يكون وكانه بير كوارترلي، فبالتالي شو بسوي؟ بطلع الافكتيف ريت، هي بنفس الطريقه اللي عملتها اول شيء، شو عملت؟ طلعت عندي 3.03 بير كوارتر، فبالتالي انا الكوارتر كل كم بالخمس سنين؟ السنه الواحده فيها 4 كوارترات، في الخمس سنين فيها 20 كوارتر، هي 20، هي الفاكتور 20. طيب اذا بدي اياها بالسنوات من هاي المتضاعفه كل كوارتر، فبس راح احول على ثلاثه الكوارتر، إيه والثالثه بدي اياها ييرلي، صارت هاي 12.683، هذا اللي انا حكيت عنه هي بالحل، لما انا قلت بدي احولها للير وخليها 5 سنوات، هاي اللي انا حددتها. اذا انا بدي اياها ييرلي، هاي اذا بدي الفائده تضل بير شهر، وهاي اذا بدي اياها بير كوارتر، فانا حر باللي بدي اياه، انا حر اذا بدي اياها بير يير، بير كوارتر، بير مانث، انا حر. شوفوا الاسهل لكم واعملوا. صراحه انا بشوف اسهل طريقه اللي هي ايش، اخلي الاي زي ما هي، او يعني خلي الاي عدد صحيح دائما، انه خلص خليها بير مانث بير يير، والاشهر هي الاشهر اللي بينهم. هاي اللي انا الطريقه الاولى اللي هي الاسهل، هاي نعمل افكتيف على الكومباوندنج بيريود. طيب الدرس الثاني فيه اللي هو اذا كان عندي سيريز، ولكن الشرط انه البيمنت بيريود اكبر من الكومباوندنج بيريود، لانه في درس ثالث اللي هو الاخير يكون الكومباوندنج بيريود اقل من البيمنت بيريود، بفرق معي. فلازم بالمساله اذا كان عندي سؤال في كومباوندنج سيمي انيوالي، والسؤال الثاني كانت عندي درس في سيريز، اول خطوه لازم اشيك هل البيمنت بيريود اكبر من الكومباوند او اقل. طيب خلينا نفرض لو كانت البيمنت بيريود، يعني انا بدفع اكبر من اني اضاعف، اول خطوه لازم اعمل الافكتيف ريت بير بيمنت بيريود،
وبوجد ان هي عباره عن عدد الدفعات، عدد الدفعات مش عدد الاشهر او الهاي. فخلينا نشوف كيف. بقول لي how much money will be accumulated in 10 years from a deposit 5% every 6 months. انا بدفع كل 6 اشهر، في البيمنت بيريود 6 مانث. اها، if the interest rate is 1% per month. الكومباوندينج بيريود 1 مانث، معناته انا عندي البيمنت بيريود اكبر من الكومباوندينج بيريود، فبحل ايش؟ بطلع الاي على ايش؟ على اي وحده؟ على وحده البيمنت بيريود. يعني لازم اطلع الاي افكتيف بير 6 مانث. فبالتالي لاحظ هون قلت اي شو بتساوي؟ 1 زائد ار على ام قوه ام ناقص 1. الار شو بدي اياها؟ نرجع بنكرر، انا بدي الحل وكانه بير 6 مانث، فانا البير مانث 1%، فبالتالي الار شو بدها تكون؟ 6% والام 6. ليش الام 6؟ انا بدفع كل 6 اشهر، والتضاعف الشهر في 6 اشهر بس. وبعدين شو بحكي؟ انا بدفع كل 6 اشهر، كم سنة عندي؟ 10. فبالتالي لما حولت لست كل شغلي لست اشهر، العشر اشهر العشر سنين فيها 20 مرة من الست اشهر بس. يعني انا راح ادفع 20 مرة، لانه كل سنة بدفع مرتين وانا عندي 10 سنين، فبالتالي 20 مرة. فبالتالي الفاكتور تبعي بصير effective rate، وايش عندي هون؟ 20. طيب الدرس اللي بعده، اذا كان عندي سيريز ولكن البيمنت بيريود اقل من الكومباوندينج بيريود، باوندينج البيمنت بيريود اقل من الكومباوندينج بيريود، طبعا هذيك اكبر او يساوي بفرق معي. طيب هون في عندي شروط، انه عندي انتربيديوت كاش فلو نو انترست، والثاني انتربيديوت كاش كومباوند انترست. هسه بالعاده الاسئله بتيجي على الحاله الاولى، لانه عندي no intermediate interest. هسه الطريقه هاي، هسه انا عندي سيريز وممكن يكون عندي سنجل امونت. بالحاله هاي اذا عندي انا سنجل امونت لازم احركهم اما لبدايه البيمنت بيريود او الى نهايه البيمنت بيريود. كيف يعني؟ هسه كيف يعني سلافتي احرك؟ هسه بوضح معنا بالمثال، ولكن خذ قاعده الدفعات الموجبه تحرك الى بدايه الانترست بيريود، والدفعات السالبه الى النهايه بس. كيف هسه؟ طبعا الحالة الثانية ممنوع أحرك، الشرط الأول بقدر أحرك. طيب خلينا نشوف هذا المثال. المثال شوي صعب صراحة، ولكن يعني ما فيش بصعب، لأنه إن شاء الله بس نخلص أمثلة. يعني الفيديو الجاي راح يكون عبارة عن حل أسئلة فقط، حل أسئلة لأول 4 شباتر. A person deposited 100 دولار بير مانث for saving account for 2 years. أوكي أنا عندي سنتين وعندي بير مانث، البيمنت بيريود أنا بدفع كل شهر. if 75 دولار is withdrawn in month 5 و7 و8، بشهر 5 وشهر 7 وشهر 8 صار عندي سحب، يعني انا المصاري زادت لفلوسي، يعني انا عندي دفعات موجبه. حصل ايش عندي؟ الدفع لفوق قيمتهم 75. بيقول لي construct the cash flow diagram. اوكي اسمه cash flow diagram، وكم راح يصير عندي الفيوتشر بعد سنتين؟ اذا الاي 6% بارير كومباوندينج كوارترلي. اها انا عندي كومباوندينج بيريود كوارتر، يعني 3 اشهر. اها وانا عندي البيمنت بيريود شهر، فبالتالي البيمنت بيريود اقل من الكومباوندينج بيريود. فشو بدنا نعمل؟ بدنا نبلش بسلافه التحريك. كيف يعني؟ نيجي للكاش فلو دايجرام. هاي الكاش فلو دايجرام تبعي نقسمه لاشهر. انا دائما برسم الكاش فلو وبقسم شغلي على ايش؟ على البيمنت بيريود. البيمنت بيريود قديش؟ كل شهر. هسه كم شهر عندي بالسنتين؟ 24 شهر، فرسمت انا 24 شهر. وشو عملت؟ وضحت مين؟ وضحت السحوبات اللي عندي. هسه انا بدي اخلي الكاش فلو تبعي على الكومباوندينج بيريود تبعي اللي هي 3 اشهر، فبالتالي ال 24 شهر هذول بدي اقسمهم كل 3 اشهر مع بعض. يعني انا هذول من هون لهون فترة، من هون لهون فترة ثانية، من هون لهون فترة ثالثة، وإلى آخره لحد الثامنة. ليش الثامنة؟ مع ثلاث فترات 24، 8 24 على 8، 24 على 3 بعطيني 8. هسا الفكرة إنه الدفعات هاي اللي هي ال 75 الأولى جاية وين؟ موجبة،
الموجب كنا نحركها لبداية الانترست بيريود، يعني هاي ال 75 بتصير على الربع الثاني هون، ال 75 هاي بترجع على السادس، وال 75 هاي بترجع على السادس. هاي هي كل فكرتها، فكرة تحريك الدفعات. تمام، لازم نركز على ملاحظة كمان، أنا هسا كنت بالشهر الواحد أدفع 100، ولكن أنا هون مقسم أرباع، يعني الربع الواحد كم شهر؟ فيه 3 أشهر، فبالتالي بتصير الأنوال عندي 300 وليس 100. نركز على هذا الإشي، إنه الدفعات عندي كل 3 أشهر، فصار عندي الشغل زي هيك. هذا الكاش فلو دايجرام تبعي بنشتغل على الكوارتر، إحنا ما بنشتغل على المنث، المنث خلص راحت ولت. نلاحظ إنه ال 75 هاي انتقلت لرقم 3 هون، هاي الربع الأول، وهون 150 ليش؟ لأنه يعني 75 الثنتين راح يرجعوا للسادس هيو، والدفعات عندي كل 3 أشهر عندي 300. هسه هاي شو بدي أعمل فيها؟ بدي أحلها إني أعمل فيوتشر وأنوال وإلى آخره بالطريقة هاي، آر بير كوارتر، وبعدين عملتها إفكتيف ريت. هسه أنا البيمنت بيريود عندي كوارتر، وعندي الآر أصلا بير كوارتر، فهي إيش صارت؟ صارت وكأنها إفكتيف ريت فعلا، هيها 1 زائد R على M قوة M ناقص 1. ال R عندي 6 على 4، ليش؟ أنا السنة الواحدة هي بير يير، ف بير كوارتر شو بتصير عندي؟ بتصير إنه بقسم على 4، 1.5 بير كوارتر. هسا وأنا بدفع كل كوارتر، الكوارتر كم بير كوارتر؟ 1 بس. فبالتالي شو الفيوتشر تبعي؟ بده يكون عندي 75 F given B، ليش؟ أنها سنجل بيمنت، 1.5% بير كوارتر، وهون كم كوارتر عندي؟ بالكوارتر الأول والثامن في عندي 7، الثاني 150 في 6، هاي دفعات موجبة، الدفعات السالبة اللي هي الأنوال اف جيفن اي 1.5%. تمام، آخر موضوع بالتشابتر أو موضوعين أخيرات اللي هي الصفحة الأخيرة إن شاء الله، اللي هي الكونتينيوس كومباوندينج. إذا كان عندي كونتينيوس كومباوندينج فبالتالي الآي تبعتي قانونها بيختلف، يعني كلمة كونتينيوس يعني شبه إنفينيتي، هي اي قوة ار ناقص 1. بشكل سريع جدا، if a person deposited $500 into an account every 3 months، اها معناته انا عندي البيمنت، هذا سيريز بيمنت بيريود بيساوي 3 مانث. هسا الاي عندي 6% بير يير كومباوندد كونتينيوسلي، كونتينيوس. هسا اكيد البيمنت بيريود اقل من الكومباوندد بيريود اللي هي الحاله الثانيه، ولكن ما فيش عندي سرعه في تحقيق الدفعات، لانه انا كومباوندد كونتينيوسلي مش كوارتر، لان اقسم كاش فلو لكوارتر او لسنه او لثواني لايام او لاشهر، لا انا مقسمهم انفينيتي. فبالتالي بالحاله هاي انا الار تبعتي بدي احولها لبير كوارتر، لبير كوارتر. ليش؟ دائما الار تبعتي بناء على الدفعات اللي انا بدي ادفعها، فعندي 6% بير يير بتصير عندي بير كوارتر اللي بقسم على 4، بعدين كونها كونتينيوس بطبق القانون هذا. وبعدين انا عندي كم سنه؟ 5 سنوات، وكم كم انا بالسنه الواحده بدفع 4 مرات، فبال5 سنين 20 مره. بس هسه بضل عندي الفارينج ريت، الفارينج ريت يعني انا لو كان عندي سنوات، يعني مثلا من السنه، يعني هذا المثال انه مثلا من السنه الاولى للثالثه عندي فائده معينه، ولكن من السنه الثانيه للعاشره في فائده معينه، فكيف احل؟ بفصل بس. كيف يعني؟ نطلع هون بقول لي find the present worth of 2500 deposited in year 1 through year 8. يعني انا عندي كاش فلو من سنه 1 لسنه 8، قال لي عندي انا وريت قيمته 2500. هسه شو صار عندي؟ قال لي اذا الفائده 7% بالير اول 5 سنوات، يعني من سنه 5 يوم كان عندي فائده 7%، وبالباقي الباقي 10%. هسه لما اجي احل اوجد فيوتشر او بريزنت او غيره، ما بقدر اني اعمم اف جيفن اي مثلا 10 الفائده 7% مثلا 8 سنين، لا لازم افصل وكانه سؤالين مختلفات، وكانه سؤالين مختلفات. شو بقول لو بدي بريزنت وورث؟ بقول بي جيفن اي 7% 5 سنين اللي هي الخمس سنين هاي، بعدين بي جيفن اي 10% 3 سنين اللي هي بين الخمسة والثمانية. بس هي البريزنت. طيب لو فرضنا السؤال كان عندي بريزنت وبده الانيوال، انه ان احول الانيوال وورث، ان اوجد الانيوال وورث عندي على الكامل، لو طلب نحسب الانيوال وورث على كامل السنوات، شو بسوي؟ البريزنت اللي معي بحطها هي المجهول، والانيوال هي المعلوم.
العكس، بطلع معي الانوال 2500. هيك ان شاء الله التشابتر انتهى، مادة المد انتهت. ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نحل الاسئلة هاي مع اسئلة اضافية غير هذول. يعطيكم الف عافية.